من أحد الإخوة المحررين في مجلة إسلامية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بعرض سؤالي هذا على أهل الخبرة والرأي. السؤال يقول: أنا تاجر دهانات أبيع بالجملة والقطاعي، يأتيني إخوان من الدهانين يطلبون إعطائهم عمولة وعمل بين قوسين مبلغ من المال لفضيلة الشيخ مقابل شراء الدهانات، ولا يهمهم سعر الشراء لأن المالك أو صاحب العمارة قد كلفهم بشراء الدهانات وسيدفع قيمة الفاتورة. يقول: سأطرح مثال وباختصار، قيمة الدهان هو 100 ريال سعر البيع، يضاف إليها قيمة العمولة التي تضاف على سعر الدهان، تكون الفاتورة مكتوبة بهذا الشكل 230 لأن أخذت عمولة 30 ريال، يصبح الدهان ب 230 وهي التي تكتب في الفاتورة ويدفعها المالك من جيبه الخاص، ولا يعلم المالك أن السعر الحقيقي هو 100 ريال وليس 230، وإن لم أفعل ذلك لا يمكن أبيع الدهان أو أتعامل مع الآخرين، حيث أن الدهان يشترط ذلك الشراء من عندي، فهل يجوز لي أن العمل أم لا؟ هذا العمل لا يجوز لأنه كذب وخيانة من هؤلاء الوكلاء، ولا يجوز لك أن توافقهم على هذا الكذب، بل الواجب أن تكتب في الفاتورة القيمة الحقيقية للدهان، وهم حقهم على الموكل، حقهم على موكلهم، إن كانوا عمالا عنده فليس لهم إلا راتبهم، وإن كانوا سماسرة يشترون له بالوكالة يعني كدلالين فإن حقهم يكون عليه وعمولتهم عليه، لا تكون على هذه الطريقة تدمجها مع القيمة وتغرر بالموكل على أن الجملة كلها قيمة للدهانات، في حين أن القيمة 100 ريال والثلاثين هذه اتفاق بينك وبين هؤلاء الخونة. هذا أمر لا يجوز، وإن كثر وقوعه والتساهل فيه وبحجة أن أصحاب المحلات يقولون لو لم نعمل هذا ما جاءونا يشترون منا، فهذا لا يبرر الكذب والمشاركة في الإثم، والواجب الصدق، والواجب أن يبين أمر هؤلاء. فلو أن هذا السائل وغيره من أصحاب المحلات اتفقوا على أن ينكروا على هؤلاء ويبلغوا موكليهم عن هذا العمل امتنع منه كثير منهم، أما أنهم يجاملونهم ويوافقونهم على هذا الكذب فهذا هو الذي روج هذه المهنة السيئة. نعم. دوره هو قد علم الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة، هذا التاجر دوره أن يلزم الصدق وأن لا يكتب في الفاتورة إلا القيمة الحقيقية والنصح أيضا والنصح لهم ويبين لهم أن هذا أمر حرام وتغرير بموكلهم. نعم.